معانا دكتور علاء استشاري الصحة النفسية والعلاجات الأسرية، برحب بحضرتك معانا. كلمنا عن مشاركة حضرتك النهاردة ضمن لجنة التحكيم في اختيار فتاة مصر. والله أنا جالي اتصال تليفوني من الصديق الإعلامي الأستاذ عادل عبد الله، وقال لي ان تم اختياري في ان انا ابقى موجود هنا. انا انبسطت جدا من الموضوع، ان العامل النفسي بقى مهم جدا في مسابقات ملكات جمال العرب. دايما البنت الجميله او الفتاه الجميله دايما تقول لك ايه شعرها، ايه ميك اب، ايه اكسسوار، ايه لبسها، ايه. ولكن الجمال الحقيقي هو الجمال الداخلي، ده الجمال اللي بيبقى مع المراه، لان العقل هو اللي بيفكر، هو اللي بيخلي كل الانسان جميل. لو عقل الفتاه كويس قوي كل شيء فيها يبقى جميل كويس قوي. النهارده لاول مره احنا بنحاول نحط معايير نفسيه، عملنا تحليل نفسي لكل فتاة مشتركة، لأن مش الفتاة دي مش هتمثل نفسها، دي هتمثل مصر في مسابقة جمال العرب، ملك الجمال العرب. لازم يكون عندنا إطار نفسي كويس قوي، لازم تعرف تفكر، لازم مستوى ذكائها، لازم تعرف ازاي تتصرف في المواقف الصعبة، لازم تكون شخصيتها قد إيه فيها تفاؤل، فيها بساطة جميلة، تشرف مصر جدا أمام الوطن العربي، وبعد كده تبقى قدام العالم كله. الجوانب النفسية اللي حضرتك لمستها النهاردة في الفتيات اللي هم المشاركات في المعركة؟ أهم جوانب أنا نفسية النهاردة، أنا كنت مركز على أهم حاجة ثقتها بنفسها، فكرتها عن نفسها إيه، الإطار المعرفي عندها عامل إزاي، ثقافتها بتفكر إزاي، لأن أنا لازم يهمني شخصيتها هي بتفكر إزاي، الثقافة بتاعتها إيه، واخدة بالها من كل اللي بيحصل حواليها ولا هي بتعتني بنفسها بس. كمان درجات بقى التسامح، درجات الفكر عندها عاملة إيه، درجات التعامل الإيجابي في المواقف الصعبة، إزاي إن هي تكون عندها إيجابية، إزاي تكون عندها تفكير مرن، إزاي تكون فعلا بتفكر إن مصر إيه. يعني الجوانب السياسية كان عندنا النهاردة جوانب سياسية، جوانب تحليل شخصيتها إيه، بتفكر إزاي، جمالها الداخلي جمال شكله إيه، فعلا مقتنعة بنفسها، مقتنعة بشخصيتها، ولا بتتكلم في إطار التجميل فقط وإطار الأزياء. وأهم شيء عقلها، عقلها ده بيفكر إزاي، تقنية الدماغ بتاعتها بتفكر إزاي. خلي بالك احنا بينقصنا قوي في مصر ازاي الواحد يسوق نفسه بشكل ايجابي، ازاي يسوق فكرته، ازاي يسوق ثقافته بشكل ايجابي عشان ياثر في الاخرين، وده مهم جدا. ازاي تاثري في الاخرين وتسيبي بصمه، كل انسان مختلف في البصمه النفسيه، انا معاكي. لكن النهارده الفتيات فيهم ناس كويسه نفسيتهم، كويسه ثقه كله، طبعا لازم في الاخر هنختار واحده اللي هي تقدر ان هي تشارك وان هي تنافس على ملكه جمال العرب ان شاء الله.